في أربع مجموعات كلهم جايين بصفة أخوة، بس في مجموعة صادقة والباقي كذابين، ومهمتنا نكتشف مين الأخوة الحقيقيين. جولة ورا جولة رح نطلع مجموعة لبرا. إذا اخترنا الأخوة الصح رح نفوز، ولكن إذا اخترنا الأخوة الغلط رح يكسبوا معنا 1000 درهم. صار عندي خبرة، ما حدا بقى في يلعب معي لا يمثل ولا يكذب. أوكي انتبهوا بهالحلقة حالتكم. خليني اسالهم اول سؤال، شي مره اخوك عمل ضرب ندالي او فسد؟ اكيد دائما بين الاخوه في الفتان وفي اللي مو فتان، او في الفتان واللي في اللي اكثر فتان من هذا الفتان اللي هو فتان. اول مره دخنت فيها، اول مره حكيت صور لي. حلو، انا عندي سؤال، انت تروح الجيم؟ كيف وهذا ضعيف وهذا معضل ما يستوي؟ اتوقع كان يمسك له المنشف. لانه ما له علاقه بالجيم عن جد. صح حكينا نكتي، بس صراحه يعني في فرق بالجسم. طيب بالنسبه للموهبه، احكي لنا عن الاكس تبعها وانت احكي لنا عن الاكس تبعها. واحد عبد الله قبل شهر محمد بتقول لي طيب وهو لعيم، بتقول لي طيب لا هو لعيم، ما حدا يتركه. طيب وبالاخير شو طلع لعيم ولا طيب؟ لا لعيم. وبالنسبه لي له كان بخيل. لئيم من مرة بس بخيل؟ لا اوعى، بعدوه عنا. طلع في النهاية بخيل؟ اسمع شكله ما كان يجيب له هدايا. أنا صراحة مش مقتنع بالجواب، يعني لئيم وبخيل، أنا أحس أنتوا الاثنين خنتوهم. البنات دائما يخونون، الشباب أحسن من البنات. السلام عليكم. نسأل اللي ورا، زين أكثر واحد انضرب فيكم، يو نو لما كنتوا صغار، أكثر واحد انضرب، يو نو لايك في علامات في جسمه. أنا سألت هذا السؤال لأن أنا أكثر واحد انضربت. من أهلي يعني؟ ولا ضربته من بعض؟ لا دقيقة، لا ما الكبيرة في البيت، فاحنا صغار كانت حاكمة، كبرنا هي أكبر عنك؟ ايه 6 سنين. بس يعني لما كنا صغار كانت يعني غيرانة، هذا على كلام أمي اجت بتحكي لي، وانت عمرك سنتين كانت بدها ترمي المكوى عليك. أنا؟ أنا؟ لا بس أكثر إشي كان ينضرب أنا، لأنه أنا الشاب الوحيد. هدول الاثنين حاسي من لما بيحكوا في اختلاف باللهجة. سو خلينا نركز نشوف. أوكي اللي ورا هون إبراهيم وحسين. مين بيغني بالحمام وبيصعدني؟ مشكلتي الأساسية مع أختي. إبراهيم. 24 سنة. الحمام بالغرفة بالشارع. صار على البيت. هو صوته حلو بشكل عام ولا كيف؟ لا. أيوة بس هيك. دائما جوجو تسأل أسئلة سخيفة. شو هالسؤال السخيف؟ هي أصلا تغني في الحمام عشان شي تسأل هالأسئلة السخيفة. بس يا أخي المفروض أنت يعني هذا أخوك في النهاية، لازم أنت تكون من أول الداعمين. هو هذا الدعم السلبي بس. فضايح بس. زين غني حبيبي. لا. هدول شعر، يعني فيهم هيك شوية جينات مشتركة. معقول يكون الأخوة؟ هلأ وقت التصويت لتربحوا آيفون 13 و 3000 دولار إضافية. انتبهوا منيح بهالفيديو حتعرفوا ليش. بتاريخ 8/8 حيتم السحب على آيفون وكمان مبلغ إضافي بقيمة 3000 دولار. على شو حيتم المسابقة؟ أنا حكون لايف على منصة IQ Option بتاريخ 8/8، حأحكي عن التداول، عن الأسهم، عن العملات الرقمية، حأعطيكم حصة تعليمية كيف تقدروا تتداولوا وتصيروا من الأغنياء، ولكن كمان في إلها خطورة ولازم تعرفوا هذا الموضوع. لهيك أنا حعلمكم ودربكم بهيدا اللايف. بس لحتى تربحوا هذا الآيفون كمان له شروط. أول شرط أنكم تفعلوا زر الجرس بلايف IQ Option بالتحديد، رح حط لكم الرابط بأول صندوق الوصف. وتاني شرط كمان أنكم تعملوا حساب تجريبي بـ IQ Option، كتير سهل وكتير بسيط، وحتى كمان بيعطوكم 10,000 دولار تجريبية بتقدروا تتعلموا فيها وتتدربوا فيها لحتى تعرفوا تتداولوا صح. الشروط كتير سهلة، لا تنسوا بتاريخ 8/8 حكون لايف على منصة IQ Option على اليوتيوب تبعهم. أتمنى أنكم تستوفوا كل الشروط لحتى تربحوا الايفون واللي 3000 دولار. هلا صار فيني ارجع على الفيديو. كثير صعب. في ناس كثير بيشبهوا بعضها. ايه صح. انا شايفه هدول بيشبهوا بعض وهدول بيشبهوا بعض واللي ورا بيشبهوا بعض. انتم ما لكم علاقه. بالعكس
بس انا شفتهم بيشبهوا بعض، انا شفتهم كثير بيشبهوا بعض وبيتخانقوا ونفس الانف، هيك حسيتهم بعض. بتوقع هدول انا بشوف ثلاثه بشوفهم، شايفتهم كثير بيشبهوا بعض بالشكل. هدول الاثنين ما كثير عم يحكوا، ما كثير عم يتفاعلوا، يا اما هن ما بيعرفوا بعض، يا اما هن مانهم اخوه. 90% مانهم اخوه، صح؟ صوت عليكم زين. اوكي جوجو اختار. يلا رقم واحد. انا يا جماعه الخير اختار رقم واحد صراحه. I'm very sorry والله. Good night. انا بعد رقم واحد والله. ليش؟ دائما بصوتوا عكسي. انا عم اقول لهم رقم واحد بصوتوا رقم ثلاثه، وانا بقول لهم رقم اربعه بصوتوا رقم سبعه. مالكم؟ رقم واحد يعطيكم العافيه. سوري. يلا جاهزين؟ يلا. الجوله الثانيه انا احس البنات بيفوزون لان حلوين. انا بحب اسال اسئله فيها فضايح، فيها اسرار، كل ما اعرف اذا هني اخوي عن جد ولا لا. شي مره اخوك ترجى بنت ترجع له؟ كثير. فضايح كثير. اوكي ساعدتك. احكي لنا فضايح. هات نشوف. مره واحده كانت اوكي تركته تمام. بس لانه مثلا من بنت لبنت، عرفتي كيف يعني؟ مو بس مع سوانجي الشاب يعني. سو بدي اشوف اذا هني حيتلبكوا بالجواب، ولا حيعرفوا يمثلوا، ولا حيعرفوا يكذبوا، ولا حيجاوبوا الجواب صح. تركته هي وضل يترجع حتى حطني واسطة يعني. زين ليش يترجع اذا هو غلطان؟ انت شو فيك؟ يعني خلاص قول الحمد لله عندك واحدة ثانية. ما في، هي الأولى. الأولى. أنا أعتقد لو أنهم إخوة يعني كانوا خبصوا ببعض هلا. يا أخي أنت ما تعرف تدافع عن أخوك، هذا أخوك في النهاية، كيف تجي تفضحها بسرعة؟ لا 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 صراحة أنا مش مقتنع، هذول مو إخوان. ما هو المشكلة ما أول مرة بيحكيها، فعادي أنا خلص تعودت عليها. كفو والله. زين وهو في مرة يعني ترجع؟ أساساً هو ما كتير بيحب موضوع الارتباط، هو شغل دراسي أكثر يعني. هو أذكى منك يعني. عندك الشاطر ولا؟ أوكي. سؤال إلكم، مين كان كسول بالمدرسة؟ بقى أنا قررت أسأله مين الكسول بالمدرسة حتى نشوف يفضحوا بعض. أنا دائماً هو أعترف يعني صراحة. أوكي. مرة زودت له الشهادة تبعته. لأنه خط الحلو زي المعلمين. احنا قاعدين نتضاربون مع بعض، بس اليوم تعلمنا شيء وايد حلو، اللي هو الأخت الكبيرة دائما تسند الأخ الصغير. كان رسبان بقى زبطي له. والله كفو أختك كثير كفو. على فكرة تزوير الشهادة شيء جدا مش منيح. على فكرة كنت أنا سويها. اوكي سؤال حقكم انتوا الاثنين، اوكي تشوشرون بعض. سؤالي يعتمد على الاجابه السريعه من طرفكم مع بعض. طبعا يا جماعه الخير هذا التكنيك الكندي، اللي يتوهق فيه ما ينجح. ليتس بي اونست يعني. أفضل الجواب يكون نفس الوقت. جاهزين؟ جاهزين. اول دوله سافرتوها مع بعض؟ الامارات. تاخرت والله. يلا عادي مرة ثانية اسألهم سؤال ثاني. سؤال ثاني، شو لون الغرفة؟ بوف. حاسة هدول اسلوبهم بالكذب. فيها عمى الوان يا جماعة، سامعوها فيها عمى الوان. حتى لون الغرفة ما بتعرفيها يعني. لا بلشت اشك فيكم صراحة. هلا نحن بدنا نهلا على بيت جديد، معنا غرفة القديمة مو الجديدة ابيض. اوكي راح نمرقها. انا بس عمري اعلى. ما جبت انا حمرقها لانهم بيشبهوا بعض بشكل مو طبيعي. يا اخي كارولين انت بعد هدي شوي، ترى مو شرط اذا يشبهون بعض يعني اخوات، كل البنات اصلا يشبهون بعض مع التجميل. على فكره في كثير شبه بين الكل، بس هدول الاثنين بيشبهوا بعض. حاسب في كيمياء جينات غريبه عجيبه بهدول الاثنين، والغريب من هيك انه لا جوجو ولا كندي شايفين هذا الشيء. احكي لي ثلاث اشياء مقززه عن اخوك. اذا بدك اكثر عادي، بس انا بدي بس طلعت الفضايح. هذا الانسان الهلامي ما بيكمل غير بس مره وبيموت. لا ما بيتحمم. فضحته. والله بس انت شعرك كذابه. لا صح هو ما يتحمم بس يغسل وجهه صح؟ طبعا يا جماعة الخير يعني لا تلومونا، نحن شباب ترى ما نتسبح كل يوم. لا استهبل تتحمم 6 ساعات باليوم، فاتورة الكهرباء 2000 الشهر اللي فات. ما لا زودتيها. الو لازم اكمل؟ لا
لا هيك كمل اعطينها هسه فضايق هي ناطه هذا الوقت يمكن استغلتها فرصه على فكره شو جميله اوكي لو انا اخي وريحه اجري طالعه انكحشوا برا البيت ما بينيش معي اوف نوي براه والله صراحه يعني نحن الشباب دائما فينا ريحه جرابات صح كلامي على رياضه صح مو باين على انا بلعب سله اكيد تلعب سله يعني هذا شيء طبيعي يعني. والله اذا انتم اخوه الله يعين اهاليكم عليكم لانه كميه الفضايح مش طبيعي دقيقه طب انا عندي شغله في مجال اسمعكم شغله لا 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 شكلها بتجيب خريه ونايمه لما نقلت على دبي قالت لي بدي اوبن مايك انه اغني فيه اخذتها ولانه مش متعوده على السبيكرات نشفت هاي هذا والله صرعتني لا صرعت الفينيو كله انا ما بغني ما بتفلسف والله هذول عم يتخانقوا لايف بقى متخيل انت بالبيت شو مش بيكون صاير بعد انا بعدني افق ان تمثيلهم قوي لا 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 عن جد عم بحكي انتوا شو بتعملوا بالبيت منكم طبيعيين سؤال بس كمان حتجاوبوه مع بعض يعني حتى لو اخوه بس مو ضروري نكون عم نجاوب مع بعض يعني هذا الموضوع كثير حاسس يا جماعه شكله اسمع شكله مو اخوه والله صراحه عذر اقبح من ذنب خلينا نكون صريحين يا جماعه الخير تصويت انا حامشي وراء احساسي الصراحه لانه كثير صعبين كثير 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 صعبين وكلكم بتشبهوا بعض كثير صعبين وبيشبهوا بعض حامشي وراء احساسي لانه فت بالحيط مش شرط شفتيني انا واخوي صح ما بيشبهوا بعض ابدا بس حكيكم وكلامكم بيبين انكم اخوه بقى ما فت بالحيط صراحه بدنا حدا رابع معنا ليساعدنا والله ما انه منطقي الموضوع كثير صعب خلينا نصوت اوكي يلا بدك تصويت عندك جوجو ما حسيتكم جاوبتوا على شيء صح بقى رح صوت عليكم رقم 3 انا بصوت صراحه لرقم 3 انا بصوت رقم هداك عم يأشر لي انه صوتي هون اجيت بدي صوت ما لقيت غير هذا عم يأشر على الثانيين انه شو مشكلتك بدك يعني ربحك انا حصوت رقم حرب الاخوه رقم 4 اعتقد بعد تصويت جوجو وكارلين الموضوع صار عندي يا جماعه الخير البنات حلوين ما اقدر اطلعهم لا استبل انا بكون يعني اصوت بالعدل لا تخافوا دونت وري انا والله صراحه رقم 3 3 يلا نعتذر شكرا كثير ثانك يو وصلنا على الجزء الصعب الجوله الاخيره هلا الجوله الاصعب وهي حتحدد مين فيكم حيفوز شدوا حيلكم يعني الموضوع يعتمد عليكم خلينا نبلش بهدول الفاضحين بعضهم هون بعد المصابقة بيطلعون زعلانين ما عاد بيتشاركون الفلوس اصلا حتعزمني من نصيبها حسابها اليوم مين فيكم مسكتوا بعض انه عم يسرق بموت بالفضيحة بموت بالشتيمة بموت لا ببزح من؟ من الاهل الاثنين سرقة الاهل حلال ما حدا يحكي شيء بابا بدي فلوس لا هو نايم لا هو نايم تشرد اوكي انا تعلمت من الافضل صراحه انا تعلمت لا يذلون بعض يهينون بعض عادي بس لو ما في كاميرات عادي يستوي بوكسات عادي يستوي ضرب صدقوني اوكي اتليست بعد ما اشتغلت بطلت اعمل هيك اوكي بس مين العالم بعد ما يشتغل مسكين انت ما فريلانسر اوكي اتليست ام تراينج طيب شي مره شفت منك فلوس ما بشفوك بس مش حد نفس مشكلة أخي نفس الشحادة خندق منطق الله يعيننا بس هذا الأخوة ميم أوكي أنا عندي سؤال حقكم أنتوا الاثنين أوكي قاعدين تدربون ولا شو أشوف أخي هذول البنات وايد يسولفون أنا أحس يغشون والله يا حين بيسألني هذا السؤال لازم أكون جاهزة لما متى آخر مرة لما دخلت في مشكلة وشو كانت المشكلة وكيف ساعدتيها اخر مشكله انت كانت قريب قبل امس لا ما بتفهم هاديه بس كانت ردة فعله غير كان اول شيء انه كان في مشكله بس انت ما كل حبيبتنا ما في مشاكل بصراحه يعني مشاكل يعني مشكله كثير لا نحن نضحك بس مين بيضرب الثاني اكثر دقيقه انتوا تنامون في نفس الغرفه اوكي عندي سؤال اوكي حلو مين فيكم يفسي كل يوم في الليل؟
كنتي شو هالسؤال؟ مجنون انت؟ والله السؤال كان صراحة فجأة طلع، لأن أنا دائما أسويها في أخوي، قصدي أخوي يسويها فيني، فقلت أسأل السؤال. أنتي انصدمتي ليش؟ لأنه لا مش في نفس الغرفة فلا تتفلسفي لو سمحتي. والله العظيم ما بعرف إذا هدول عم يمثلوا ولا لا، بس مبدعين. هذا اللي يكون النوع اللي يبسي من غرفته توصل لغرفة توصل لمدينة. أنتي تغنين صح؟ زين سمعينا صوت. سمعينا صوت. بس بلا نشاز اوكي؟ يا جماعة جيبوا لنا الاوتوتون. لا ما بتحتاج تروح. سوري. اوكي. بدنا نغني سبيستون. بتغني سبيستون. والله؟ اه. شمس انسطعت والجو جميل هذا اليوم. هاي الوحيدة ما بعرف حسن. مش حافظاها؟ فشلتيني. اسكت. سوري. لا 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 عندي واحدة حلوة. اللي هي أنت الأمان. أوكي خلينا نشوف. أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان. عندما تضحكي تضحك الحياة، تزهر الأمال في طريقنا، نحس بالأمان. انتوا استمتعتوا بالغناء، بس لكن في شغله راحت عليكم، ان هو قال انه في نشاز ولكن البنت ما نشزت، سو معقول يكونوا عم يالفوا موضوع؟ انا عندي سؤال لكم انتوا الاثنين، اتكلموا عن مواهب بعض. بتعرف ترسم؟ انت شو هي؟ هي اغاني. تغني؟ بتسمع اغاني؟ ما بغني. هي اغاني. انت بتغني؟ لا بسمع اغاني. يعني قم في الذكاء، ذكاء فاحش. انا سمع اغاني. موهبتها تسمع الاغاني نفس الكل. سبحان الله، يعني نحن كلنا نسمع اغاني، بس هي لما تسمع اغاني موهبه. ما فهمت، كل العالم تسمع الاغاني شنو موهبه؟ ما في موهبه. موهبه اللي مثلا لما نعم نسمع عنها نقول واو. بتعرف قديم المواهب معك؟ عندي طلب. ايه طلب. اوكي يلا. حاطلب طلب تحسوا فيه بالاهانه. بوسوا ايادي بعض. عادي. اختي الكبيره بوسي. عادي. هو يبوس ايدي اذا بدك بحملها. شو عمل؟ ابوي وامي بس قال ابوس ايد اختي. قال ليش ان شاء الله؟ متفضله علي شيء؟ ايوه توقعت اكيد ما بيبوس ايدها، مستحيل اصلا. وإذا ما باسوا أيادي بعض يعني هم الأخوان، خلكم صريحين يا جماعة الخير. والله العظيم، والله العظيم قبل ما أجي على هالبرنامج أنا شو حكيت؟ قلت إن اللي بيرفض يبوس إيدين بعض أنا برأيي إنه هن الأخوة، بس أنتم ممثلين براين. بس معقول إني أخوة؟ ما أعتقد. يا الله. أنا عندي سؤال بعد. أنتوا الاثنين في مرة ضربتوا مع بعض عشان واحد؟ لا ولا مرة. يعني طيب في مرة حبيت حبيته؟ لا أبداً. جاري غير ذوقه. لا ما صدق، أعتقدهم جذابين، لأن أنا في مرة ثلاث خوات حبوني نفس الوقت، بس اضطريت أختارهم كلهم. يلا مسين. استهل استهل. طيب الموضوع كثير صعب، جدا صعب. تصويت تايم. هلا وقت التصويت. عنا هون رقم 2 وعنا هون رقم 4. أنا شايفتكم ممثلين بارعين. الصراحة أنا صراحة يعني ما بشوفكم أخوة. عن نفسي إذا أنتوا أخوات أنا وصديقي نحن سنجل. أنا وأخوي صح. أنا أخوي لموهبة بعد تصويرة. I'm joking I'm joking. بس يلا نبدأ التصويت. أوكي يلا. تصويت على اللي بدي يفوز. يلا. انا صراحه متاكد مليون بالميه، حتى لو البنات يشبهون بعض مستحيل اصلا هم اخوات، بس هذول الاثنين القصيره والطويل قسما بالله كانوا توم جيري. تصويت حيبدا من عن جوجو. جوجو طبعا على طول حاطيني انا اول شيء. بوز المدفع صوتي جوجو. جوجو اول شيء. اثنين اللي حيفوز معكم واحد لازم تفوزوا لانكم اخوي. التصويت عندي انا. والله صعب ما بعرف، هدول بيشبهوا بعض وهدول بالحكي بيحكوا مثل بعض. رقم 4. يس.
اوكي عندك انت. انا ما خصني، انا ما خصني. اوكي خلينا نفوز. كندي فتح مخك بليز، بدي فوز. اذا مو هيك كندي انت حتدفع من جيبتك. اوكي كندي والله كندي خلينا نفوز. بعدين يلعبون على الوتر قسما بالله. والله اصلا عشان انا مو حلو. والله هو مكتوب من زمان، انا ما غير. انا صراحه وايد متوتر، والبنات صراحه واذا ما اخترتهم انا صراحه بيروح علي ترتيب قوي، بس لازم اكون حقاني وعادل. مبروكين يا رقم 2. ان شاء الله تطلعوا اخويشه. ان شاء الله ربحوا 2 ما لهم علاقه ببعض. ما انا المنطقيين، ما حدا يقول مين هو الاخوة. تعالوا الكل، اقسم بالله اذا بيطلعوا هدول مو الاخوة. لا انا هاي اخر مرة، عن جد هالمرة اخر مرة اجيب اخوة الحقيقيين يتقدموا خطوة لقدام. انت السبب. انا قلت لكم والله قلت لكم. انا يا الله ما بيسمعوا مني، اقسم بالله بدي غير الفريق كله خلاص. انا انسوا الموضوع، كل مرة بدهم يخسروني. يلا ادفع الألف من جيبتك. ما خلاص اقسم بالله ما اخذ. والله كفو عليكم، والله كفو. تستاهلوا الفوز، تعالوا تستاهلوا. تستاهلوا والله، والله بتستاهلوا. تستاهلوا الفوز جد. احنا هم مو باخوان ولا اخوات يعني بشكل عام، بس يا اخي ما شاء الله عليهم تمثيلهم اوسكار. يا جماعه الخير صفقه. يا بس عندي سؤال، انتوا الاثنين اصدقاء ولا بعرف؟ ما بدي اعرفه بعد. صوتت انا اول شنين مبينين. انت الاثنين عرفت عليه هون، يعني تعرفنا على بعض بالمطار. بالمطار من سوريا طرفها. يعطيكم العافيه.